عليكم في فيديو جديد مع قناة هوات صفاء. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كنصاوب مسمنة، يعني مسمنة كبيرة اللي كتجي مورقة ورائعة كتجي في الفرن. غادي نحتاجو لهاد المسمنة 600 غرام نتاع الدقيق، 300 غرام نتاع دقيق القمح الفينو، ملعقة كبيرة نتاع خميرة العجل، بيضة، زوج معالق ديال السكر، نص كاس نتاع العنبة نتاع الزبدة المذابة، وخميرة الحلوى، واكيد الملح اللي كيبقى حسب الذوق. الان نمروا للطريقة. كل حاجة غادي ناخدو الكسعة ديالنا فاش نخدموه، وغادي نديرو كاع المكونات. نبداو بالدقيق، نزيدو له الفينو، السكر، وخميرة العجل، وخميرة الحلوى. فوق الملح كما قلت لكم حسب الذوق، يعني الشكل. نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، وغادي نجمعوا هاد العجين يعني بالمدافي. نديرو واحد الحفرة هنايا في الوسط، نديرو فيها بيضة، ونديرو فيها الزبدة مذوبة. صافي، غادي نبداو بسم الله، وغادي نبقاو نزيدو الماء بشوية بشوية حتى نديرو عجينة عادية بحال العجينة نتاع المسمن. هاد المسمن كيجي رائع. وغادي من بعد ما جمعتها غادي ندلكها مزيان مزيان. من بعد اخواتاتي من اللي دلكت العجينه مزيان خليتها ارتاحت تقريبا 10 دقائق، وجيت شويه الزبده مخلطه مع الزيت والفينو، وكندير شويه نتاع الزيت في يديا، وكنشكل كويرات صغار بحال ممكن نجيو نديرو المسمن. شنو هما ما نكبروش بزاف، داكشي على حساب اللي بغى غادي تخرج له مسمنه كبيره كيكبرهم شويه، اللي بغى مويان يعني داكشي عينكم ميزانكم. انا غادي نشكل هكا كويرات تقريبا. هاد العجينه تخرج لي 15 كويره، يعني غادي دير لي 3 نتاع المسمنات كبار. غادي تشوفوا معايا كيفاش كنشكلهم هكا. غادي نكمل انا بهاد الكيفيه حتى نشكل كاع الكويرات ديالي، نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق باش يعاونوني من نكون نسرح. كما شفتوا انا شكلتهم كلهم، نخليهم غير هكا 5 دقائق باش يعاونونا من نسرحو دغيا دغيا كيتسرح. كنبداو كنسرحو هنا في هاد الاخر. انا شنو غادي نستعمل؟ نتوما الا بغيتو ديرو غير مسمن عادي تورقوه بالسميده والزبده تورقوه. انا شحرت البصله غير بوحدها، شويه نتاع الزيت والملح ودبلتها، وعندي هنا الشحمه محكوكه. انا غادي نستعمل هادو. نتوما كما قلت لكم اختياري، اللي بغات ديره عادي مسمن عادي كدير غير الزبده والفانفينو، يعني كما كنديروا المسمن العادي كتورقيه بالزبده والزيت وكتدردري عليه الفانفينو. اللي بغات دير هذه الخطوه واللي كتجي لذيذه بزاف صدقوني كديرها. اللي كيبغيو لوكو حنا ما غاديش نكثروا، ما غاديش يجي داكشي مجهد، غادي يجي داكشي خفيف ولذيذ. كديروا شويه نتاع الشحمه تحكوها في الحكاكه، وكذلك البصله بوحدها مع الملحه وشويه نتاع الزيت كدبلوها مزيان. وكما كتشوفوا معايا غير كنرش، ما داكشي ماشي كميه كبيره. كدهن في الاول شويه نتاع الزبده مع الزيت، من بعد كنرش شويه البصله كما كتشوفوا معايا، ونرش شويه نتاع الشحمه. وصدقوني يعني مين غادي تاكلوه غادي نقول لكم ان شاء الله تدعيو معايا، نحس لذيذ بزاف. وانا بالنسبه لهذا المسمن من بعد من كنطيبو كلشي كنديره في بواطه كنقطعو.
نقطعو كندير في بواطا وكندير في الكونجيل ملي كنحتاجو اولا يجيوني ضياف اولا دغيا دغيا كنجبد كنديرهم في الفران يسخنو بحال اللي عاد كي طيبتوه. كما كتشوفوا معايا نطويه عادي بحال المسمنه بحال المسمنه كما كتشوفوا. وحنا مره مره كنديروا شويه تاع الفانفينو والزبده مع الزيت باش يخرج لنا مورق بهاد الشكل كما كتشوفوا. نحيدها على جانب ونجيب ندير واحدة اخرى. نحيدها ترتاح ونمشي ندير نسرح واحدة اخرى. كنسرحوها كذلك يعني غادي نديرو نفس الكيفية حتى كنديرو خمسة ديال المسمنات. خمسة يعني كيكونوا في واحدة كبيرة. هذه احنا درنا واحدة هذه تانية كما غادي تشوفوا. كندير لها البصله حتى هي وكندير لها من فوقها الشحمه وكنجيب هذيك المسمنه اللي درت في الاول وكنديرها في الوسط ديالها وكنبلع عليها. غادي كما راكم تشوفوا معايا كيفيه يعني سهله صح النتيجه كتكون رائعه. نولي نطويها ودائما بالاستعانه نتاع شويه الفانفينو شويه نتاع الزيت. الا ما بغيتوش ديروا الشحمه والبصله ما ديروش كيجي رائع بلا بصله كيجي زوين واللي داكشي عندكم اختياري. كذلك هذه حنا درنا زوج ديال المرات هي الثالثه هذه المسمنه الثالثه نفس الكيفيه هاد الشكل. وكنجيبوا المسمنه ديالنا كنحطوها ونوليو نغلقوا عليها ما كان حتى صعوبه غير بنادم خصو شويه ديال الخاطر باش تكون عنده نتيجه رائعه. تقدروا ديروا كما قلت لكم كميه كبيره وتقطعوهم وديروهم في كونجيل وتخليو فوقكم ما تحتاجو كتجيبو الكميه اللي بغيتو. انا هكا كندير بهذا الشكل. وهذه هي الرابعه نفس الكيفيه. نغلقوها ونمشيو للخامسه وهي الاخيره. ما قلت لكم انا درت 15 قرصه. نكملت الخامسه بنفس الكيفيه نخليه حتى يرتاح وندهن الصينيه ديالي اولا الكاغط نتاع الفرن ونجيب المسمنه ديالي اللي قلت لكم فيها خمسه ديال المسمنات. كي ترتاح كنقرصها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. ديروها دائريه ديروها مربعه داكشي اللي بغيتو كتقرصوها وديروها في الفرن تدهنوها بالزبده من الفوق ومن طيب كتجي بهذا الشكل الرائع. كتجي مورقه وكتجي لذيذه بزاف بزاف خاصه باللي ديرلها البصله والشحمه. غادي نقطع مربعات باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. غادي تشوفوا معايا انا هنا راه كيبان لكم زوج لحقاش وحده راهم طيروها لي الاولى اللي طيبتها عندي الضياف داوها لي كيبغيو ياكلوه سخون ما قديتش نصورها لكم. ها هو من الداخل كما كتشوفوا كيجي رائع مورق وبنين بزاف. انا دائما لافامي يحماقوا عليهم وكي دائما يقولوا لي ديري هنا. الام ديالي كذلك كيعجبها بزاف كتقول لي ابنتي ديري هنا فكم ما كان يمشي عندها للدار. ودابا والله الا وحده داوها لي نتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش تشجعوني بالاشتراك في القناه وكذلك تضغطوا على جيم والتعليقات ضروري من التعليقات والله الا كتفرحوني بها باش نقدر نستمر في هذا الخر ديالي نستمر بالتشجيعات ديالكم وبالصحه والراحه. الى عجبكم